كيف طلبتو مني؟ مع السهل والسريع والأهم جد اقتصادية، بلا فران ولا لحوم، بالخبز البايت حضري وجبة في 5 دقائق، أحسن من البيتزا، بنتها لا تقاوم، مكونات موجودة في كل بيت. لهذا سيداتي تبعي معي لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكي العادة الله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم ومن البارتاج علاش لا، باش تعم الفائدة على الجميع. ومرحبا ومئة ألف مرحبا بالمشاركين الجدد اللي أول مرة كينضموا قناتي وشافوا القناة تستحق التتبع، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة الصويرية. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو عروكت الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. والمكون الرئيسي والاساسي في هذه الوصفه ديال اليوم وهو الخبز البايت او الباغيت او الخبز، اي بقايا ديال الخبز بقات لينا نحتفظوا بها باش نحضروا بها هذه الوصفه. وانتم غادي تحتاجوا الكميه ديال الخبز او الباغيت البايت او الخبز البايت على حسب الافراد ديال الاسره. انا احتاجيت هنايا تقريبا واحد نص باغيته كانت بقات ليا، ولكن ما خليتهاش يعني باتت يعني هكاك، درتها في واحد البلاستيكه وضعتها في المجمد، تقدر تبقى ليا نهار او جوج او ثلاث ايام او حتى اسبوع منين غنحتاج ندير هذه الوصفه. كنتفكر الباغيت اللي كيشيط ليا او الخبز اللي كيشيط ليا، وكنجبدو فورا من الكونجيلاتور اي المجمد، كنخليه ميبقى واحد دقيقه او زوج حتى كيطيح ليا وكيرجع كيف ما هو، وكنخدم به بحال هذه الوصفات السهله والسريعه والجد اقتصاديه. صدقيني سيداتي غتجربيها غادي تهبلوا عليها وتبقاي ديريها فيما يشيط لك الخبز البايت، عمرك مازال تفلتي هاد الوصفه. وكيف ما كتشاهدوا معايا كناخذ هنايا عندي تقريبا نص باغيطه اللي كنقطعها قطع صغيره جدا كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره، وكنتمنى الشرح يكون واضح والصوره اوضح. من بعد ما غادي نكمل هاد نص باغيطه اللي غادي نقطعها يعني قطع صغيره صغيره، وانتم ممكن تخدموا بالباغيط او الخبز او اي نوع ديال الخبز تبقى ليكم. من بعد ما كنكمل التقطاع ديال الخبز ديالي او الباغيت القطع صغيره صغيره، كناخذ هنا واحد المقلات على حسب الكميه ديال الخبز اللي عندي. عندي هنا مقلات بالحجم المتوسط اللي كندهنها بشويه ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الزبده. وننصحكم من الاحسن ديروا الزبده، كيجي الذوق ديالها في هذه الوصفه رائع جدا بلا ما نديروا الزيت، لان كيبقى الذوق ديال الزيت في الخبز وكيتشرب لينا داك الخبز الزيت كامل هو، ما كتجيناش الوصفه لذيذه. من الاحسن ديروا واحد معلقه صغيره ديال الزبده، دهنوها مزيان مزيان المقله ديالنا، وكنوضعوا داك الخبز اللي فرتتنا او هذا الباغيت اللي قطعناه القطع تكون صغيره، وكنسرحوا فوق المقلات وكنضغط هكا باليد ديالي باش كناخذ الفورمه ديال المقلات بداك الخبز. كيف ما كتشاهدوا معايا كنوضع المقله جانبا، وفورا نمروا المرحله المواليه. عندي هنايا واحد زليفه او واحد الفول او اناء اللي كندير فيه جوج حبات من البيض، ممكن تضاعفوا البيض على حسب الكميه ديال الخبز اللي عندكم او الخبز البايت اللي فرتتو اللي عندكم. انا عندي هنايا تقريبا نص باغيطه كندير فيها جوج بيضات، نص كاس ديال الحليب، عندي هنايا رشه ديال الابزار، تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود، وعندي كذلك واحد ربع ملعقه صغيره من الملح، والملح كيبقى حسب الذوق. وهذا هو القزبر معدنوس اللي درجته معكم سابقا. كيف ما كنقول لكم قسم ما بغيت الربيع او القزبر معدنوس كنلقاه موجود، انا عندي مقصص موجود وفيه كذلك الثوم، غادي نحط لكم كذلك في رابط صندوق الوصف. اللي ما عندوش هاد الشرميله ديال القزبر معدنوس غادي يدير غير فص ديال الثوم صغير يحكو او الثوم بودره، ويدير شويه ديال قزبر معدنوس مقصص. ثم كنضيف هنايا كاضافه الجبن موتزاريلا المبشور او الجبن الاحمر، كذلك ممكن تضيفوا حتى الفرماج مثلث، تقطعوا القطع صغارين وتضيفوا لهذا الخليط ديال البيض والحليب والتوابل. كنخلط مزيان مزيان، بالنسبه للفرماج لكم الاختيار، ممكن تضيفوه ممكن لا، الا متوفر عندكم غادي تضيفوه مع الخلطه، ما متوفرش كيف ما قلت لكم غادي تستغناو عليه اكيد. كنخلط الكل مزيان مزيان، كنوضع المقله ديالي اللي دهنتها بالزبده وفرشت ليها الخبز يعني او الباغيت اللي قطعناه صغير صغير، كنوضع المقله ديالي على النار حتى كتسخن ليا مزيان مزيان، كنحس بان داك الزبده في الجوانب راه ذابت وسخنات ليا المقله، عاد كنوزع هذا الخليط اللي فيه البيض والحليب والتوابل. كنحاول نوزع هذا الخليط بالتساوي، يعني نحاول نفرغه بالملعقه بالتساوي،
باش نبلل الخبز كله هو بهذه التبيله. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول نوزعو بالتساوي، كنسبق الجوانب هما الاولين وعاد كنبقى نفرغ في الوسط وفي كاع الجهات اللي فيهم الخبز باش كله داك الخبز يتبل ليا بهذا الحليب وبهذا البيض وكيجينا ملبي رائع جدا. نحاول نفرغوه بالتساوي والنار تكون مهيله، ما نجهدوش النار لانه راه غير البيض والحليب، النار كتكون مهيله. مره مره ندي المقله ديالي نحركها نديها ونجيبها باش ما تلتصقش ليا. على العموم راه حنا درنا مقلات غير لاصقه ودهنا بالزبده، مجرد ما كنحسوا بالطبقه الاولى يعني راها طابت لينا مباشره كناخذ واحد طبيسيل او شي حاجه اللي غنقلب بها وكنحاول نقلبها بحال اللي كنقلب تورتيه او اومليت، وكنرجع ندهن المقله ديالي بشويه ديال الزبده. كيف ما كتشاهدوا معايا منين قلبتها ما رجعتهاش مباشره باش ما تلتصقش ليا على الجهه الثانيه، كنعاود نرجع ندهن بشويه ديال الزبده. وفي هذه المرحله هذه غتكون النار مهيله لادنى درجه، ماشي بحال الاول خلينا النار المتوسط، في الثاني كنقصوا للصفر يعني تكون النار ادنى درجه لاننا غادي نقوموا بواحد المراحل باش ما نسرعوش نخدموا بخاطرنا. والا بغيتوا تطفيوا النار حتى تكملوا هذه المراحل عاد شعلوا عليها ما كاين باس. كيف ما كتشاهدوا معايا كندير هنايا تقريبا واحد جوج معالق ديال الصلصه ديال الطماطم، اما تختاروا الجاهزه او تشدوا واحد حبه ديال الطماطم اللي كتحيدوا لها الزريعه وكنحكوها في الحكاكه الرقيقه، وكنضيفوا لها واحد فص ديال الثوم، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، ومعلقه ديال الزيت، وكنديروا هاد الشحر واحد شويه بحال اللي كنصيبوا تماما الصلصه ديال البيتزا. انا عندي هنايا صلصه جاهزه، درت هنايا جوج معالق ديال الصلصه ديال الطماطم جاهزه اللي ضفت ليها غير شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتر باش تجيني لذيذه، لان الجاهزه كتكون غير صلصه الطماطم عاديه، انا تبلتها شويه باش تجينا لذيذه تماما بحال الصلصه ديال البيتزا اللي كنحضروا في البيت. كندير هنايا واحد شويه ديال الجبن الموتزاريلا او تشيدر اللي كنحضروا به البيتزا، كيف ما يمكن لكم ديروا الجبن الاحمر او لي جبن ديال لي ساندويتش داك الجبن ديال الورق ديال درهم، ديروا واحد جوج او ثلاثه تقطعوهم القطع وتضيفوهم لهاد الصلصه ديال الطماطم. وكندير هنايا شويه ديال الزيتون اسود، كيف ما يمكن لكم ديروا شويه ديال الطون ولا شويه ديال الفلافل ما بين فلفله حمراء او خضراء او البصل يكونوا مشحرين تماما بحال اللي كنديروا البيتزا، غير انا هاد الشكل ديال هاد البيتزا بحال اللي كنديروا البيتزا مارغريتا يعني غير صوص الطوماط والفخوماج والزيتون. كيف ما يمكن لكم منين تضيفوا الزيتون تنسموها بشويه من الفوق بالزعتر، انا كنغطي عليها وناقصه للصفر من با واحد قل من دقيقه غير كيذوب لنا داك الفخوماج، راه كتكون الطبقه اللي قلبنا عليها راها طابت وتكرملت كتجي من اروع ما يكون. يعني في اقل من خمسة ديال الدقائق الوجبه ديالنا ها هي واجده حاضره ناضره، وانا ديما تحت طلباتكم كيف ما طلبتوا مني، مع السهل والسريع والاهم جد اقتصاديه وبلا فران ولا لحوم، بالخبز البايت حضري وجبه في 5 دقائق احسن من البيتزا بنتها لا تقاوم وبمكونات موجوده ان شاء الله في كل بيت. كيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي الوجبه ديالنا بالخبز البايت، نتحداك ونتحداك اخر مره باقي ترمي الخبز البيت. الى شاتلك سيداتي ممكن تخزنيه في واحد كيس بلاستيكي وتوضعيه في المجمد، فيما حرتي وتلفتي غتجبدي داك الخبز البيت او الخبز اللي احتفظنا به في الكونجيلاتور وغادي تحضري به اسهل واسرع وجبه على الاطلاق، والاهم من ذلك كتجي كتحمق خطيره، غير جربيها والله ما تندمي على حسابي. وكيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره كتجي من اروع ما ممكن تجربيه في الوجبات السهله والسريعه، علاش لا ما نديروهاش كوجبة غداء مع رفقها مع سلطة أو وجبة عشاء مع ديسير، كتجي من أروع ما يكون ومن أسهل ما ممكن تحضري. نتمنى ينال إعجابكم الفيديو ديال اليوم، وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير، ما تنسوناش من لي لايك، وليت نحشم نقولها لكم ولكن لي لايك هو اللي كيخلي الفيديو يتدعم من طرف اليوتيوب، وكذلك كنفرح ملي كنشوف المشاهدة ديالكم يعني تقريبا مع اللايكات ديالكم. كنتمنى تشجعوني وتبارطاجيو هاد لا فيديو قدر الامكان باش تعمل فائده على الجميع، ومرحبا بالمشترك الجدد لاول مره كيدمو القناه ويعجبو المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه صويريه. كنشكركم متابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.